يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة إخبارية رياضية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة طبعا هيكون عندنا أخبار كتير متعلقة وانفرادات كتير كمان متعلقة بالتحديد بالنادي الأهلي وما يخص طبعا معسكره سواء الداخلي أو المعسكر الخارجي اللي هيكون مع أوائل الشهر القادم، وأيضا هيكون عندنا أخبار تخص المنتخب الوطني وبطولة كأس العالم اللي بتقام طبعا في هذه الفترة، وهي أكيد بطولة مهمة جدا وبيتابعها طبعا العالم كله وفيها مفاجآت كمان كتير. لكن خلينا كالعادة نبتدي بأخبار النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين في الفترة دي عنده معسكر إعداد للموسم الجديد، واحنا عارفين النادي الأهلي مقبل على العديد والعديد من التحديات مع بداية الموسم، ولعل أهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي يمكن النادي الأهلي ما ابتداش فيها بشكل يمكن مناسب بالنسبة له في هذه البطولة، ويمكن كمان تعادل أول مباراة وخسر المباراة الثانية، فبالتالي موقف صعب شوية بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف من خلال أول مباراة للنادي الأهلي في الموسم الجديد أمام فريق تاونشيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 17 من الشهر المقبل، فبالتالي هي هتكون مباراة غاية في الأهمية، ودي أولى تحديات النادي الأهلي بجهازه الفني الجديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي، وأيضا كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي. أكيد في تركيز كبير جدا بهذه البطولة بجانب بطولة أفريقيا، طبعا تحديات كلنا عارفينها، تحديات محلية سواء بطولة الدوري العام، بطولة كاس مصر، وأيضا بطولة السوبر اللي هتكون في شهر 8 القادم، فبالتالي الاستعدادات قوية جدا. فترة الإعداد بالنسبة للنادي الأهلي مقسمة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بعد عودة اللاعبين من فترة أجازة طويلة بعد انتهاء الموسم، لو نفتكر الموسم انتهى بمباراة المصري البورسعيدي واللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها بنتيجة 2-0 مع نهاية مباريات الدوري العام بالنسبة للنادي الأهلي. فبعد أجازة يمكن استمرت لأسبوعين كانت المرحلة الأولى لفترة الإعداد الخاصة بالفريق، وكانت تحت قيادة الكابتن محمد يوسف. في الوقت ده ما كانش لسه النادي الأهلي تعاقد مع مدير فني جديد. المرحلة دي يمكن استمرت أسبوع تقريبا أو حوالي 8-9 أيام بالظبط، وبعديها كان خلاص النادي الأهلي تعاقد مع مستر باتريس كارتيرون، وتم الإعداد للمرحلة الثانية من فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي، واللي كانت من خلال معسكر داخلي بيقام في هذه الفترة في مدينة الأسكندرية، واللي ابتدى بالضبط يوم 18 من الشهر اللي احنا فيه وهينتهي يوم 26 من نفس الشهر، يعني معسكر تقريبا حوالي 8 ايام اللي هو المعسكر الداخلي، واللي كان في مدينه الاسكندريه او اللي لسه مستمر في مدينه الاسكندريه وبتحديد مدينه برج العرب. الاستعدادات قوية جدا في المعسكر ده، وطبعا المرحلة الثالثة خلينا أكمل لكم المراحل الخاصة بفترة إعداد النادي الأهلي هتكون مرحلة في إحدى الدول الأوروبية إن شاء الله مع بداية الشهر المقبل، هنقول لكم كل التفاصيل وكل الانفرادات الخاصة بنا والتي تخص فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. المعسكر الحالي طبعا واللي بيقام في مدينة برج العرب يعني هيخلص بمباراة ودية، المباراة الودية هتكون أمام فريق فاركو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، ودي أولى المباريات الودية تحت قيادة مستر باتريس كارتيرون وجهازه المعاون الجديد. بالمناسبة متواجد عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني بالضبط حوالي 39 لاعب متواجدين في معسكر النادي الأهلي في الإسكندرية. طبعا يتخللهم لاعبين موجودين دايما مع الفريق الأول، لاعبين الكبار، وأيضا متواجد عدد كبير من قطاع ناشئ النادي الأهلي واللي بيتمرن في هذه الفترة مع الفريق الأول. يمكن حد مثلا يثبت وجوده ويقنع الجهاز الفني بتواجده خلال طبعا تواجده مع النادي الأهلي خلال الفترات المقبلة، وممكن يقنع الجهاز الفني مستر كارتيرون ان هو يكون متواجد مع الفريق، وخصوصا ان يعني خليني اقول لكم مش هيكون في تعاقدات كتير جدا للنادي الاهلي في هذا الموسم، وخصوصا ان الفريق طبعا بيضم عدد كبير من العناصر الجيده جدا، والنادي الاهلي قدر ان هو يفوز ببطوله الدوري السنه اللي فاتت وايضا بطوله السوبر، وكان بينافس بشكل كبير على البطوله الافريقيه حتى اخر مباراه ونهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي طبعا الفرصة كبيرة جدا لعدد من الناشئين المتواجدين، فالمباراة دي هتكون مباراة ودية جدا جدا بالنسبة في
مدينة برج العرب وفي الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. ده فيما يخص فترة الإعداد أو المرحلة الثانية من فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي، وهي مرحلة مهمة. وخليني أقول لكم إن السمة الأساسية في المرحلة دي التدريبات البدنية، وإحنا عارفين أي فريق بيبتدي موسم او بيبتدي فتره اعداد لموسم جديد لازم بيبقى فيه تدريبات بدنيه شاقه جدا بالنسبه للاعبين، عشان يتم زياده المعدل البدني بالنسبه للاعبين بشكل عام، عشان يكونوا لائقين لخوض المباريات الرسميه بشكل جيد وبشكل لائق. واكيد هيكون في تدريبات فنيه وتدريبات تكتيكيه كمان من قبل الجهاز الفني، وده هيكون مع نهايات المعسكر في البرج اللي هيقام بالنسبه للنادي الاهلي. ده كل ما يخص المعسكر الداخلي بالنسبه للفريق. لكن بالنسبه للمعسكر الخارجي، خلاص المعسكر الخارجي تم تحديد اوكرانيا لاستضافه معسكر النادي الاهلي، وطبعا هيكون مع بدايه الشهر القادم، وهيستمر من حوالي 10 ل 12 يوم. معسكر هيتخلله مباراتين وديين مع فرق جيده جدا في اوروبا، مش شرط يكونوا متواجدين في اوكرانيا، لكن فرق هتكون مناسبه جدا لفتره اعداد بالنسبه للنادي الاهلي، وهتكون تجارب جاده جدا بالنسبه للفريق قبل مباراه طبعا تاونشيب البوتسواني في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتقام اول مباراه في استاد برج العرب. فبالتالي طبعا استعدادات زي ما بقول لحضراتكم، استعدادات قويه ومستمره بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. لكن فيما يخص المعسكر الخارجي، وزي ما قلت لكم ان هو هيكون في اوكرانيا، خلاص خليني اقول لكم ان بكره ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيوصل الصبح بدري جدا للقاهره. هم طبعا متواجدين دلوقتي في اسكندريه عشان المعسكر الداخلي، هيوصلوا للقاهره صباحا عشان يحصلوا على التاشيرات الخاصه بدخول اوكرانيا، واللي هتكون عن طريق سفاره سلوفينيا. دليل لان اوكرانيا الاجراءات فيها يمكن صعبه شويه، هتاخد اسبوعين عشان ينهوا اجراءات التاشيره الخاصه بدخول اوروبا بشكل عام كمان واوكرانيا بالتحديد، فاسبوعين هيكون كتير وهتعطل النادي الاهلي. لكن كابتن سمير عدلي المدير الاداري بالنسبه للفريق، واللي بيقوم بمجهودات كبيره جدا جدا، قدر ان هو يشوف حلول لهذه المشكله، وقدر ان هو يتفق مع سفاره اوكرانيا لانهاء الاجراءات في اسرع وقت، عشان يقدر الفريق ان شاء الله مع اوائل الشهر المقبل يوصل ان شاء الله لاوكرانيا، ويبتدي المعسكر او المرحله الثالثه والاخيره بالنسبه للنادي الاهلي في معسكر الاعداد الخاص باستعدادا للموسم الجديد. ده كل ما يخص طبعا معسكر النادي الاهلي. بالنسبه للاعبين الدوليين، وده برضو انفراد او كل الاخبار اللي احنا قلناها لكم دي قناه النادي الاهلي بتنفرد بيه، سواء تفاصيل المعسكر الداخلي وايضا تفاصيل المعسكر الخارجي. لكن بالنسبه للاعبين الدوليين واللي متواجدين مع منتخب مصر دلوقتي في كاس العالم، واحنا عندنا تقريبا 6 لاعبين دوليين بالاضافه لعلي معلول اللاعب السابع واللي متواجد مع منتخب تونس ايضا في كاس العالم. اللاعبين الدوليين في بعضهم هيستمر في اوروبا ويتجه مباشره لاوكرانيا، هيحصل على اجازه هناك ويتجه على طول لاوكرانيا عشان ضم لمعسكر النادي الاهلي، وفي بعضهم هيرجع للقاهره، وايضا هيبقى ليهم اجازه معينه هيتم من خلالها، او الاجازه اللي حصلوا عليها هيكون من خلال طبعا الاتفاق والتنسيق مع الجهاز الفني والكابتن محمد يوسف بالتحديد اللي هو المدرب العام وايضا القائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي، هيحصلوا على اجازه وبعدين ينضموا للفريق هنا في القاهره قبل السفر لطبعا المعسكر الخارجي في اوكرانيا، عشان يواصلوا استعداداتهم مع النادي الاهلي لبدء الموسم الجديد. طبعا نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في فتره الاعداد دي، خصوصا ان هي الاساس للموسم الجديد، وخصوصا كمان ان هيكون في تقارب كبير جدا في الفكر ما بين مستر باتريس كارتيرون، وهو مدير فني جديد اكيد عنده فكر معين عايز يوصله للاعبي النادي الاهلي، وعنده طموح كمان خاص بيه، وخصوصا طبعا لعيبه النادي الاهلي دايما عندهم الطموح في الفوز باي بطوله، لكن الراجل ده ايضا عايز يحقق انجازات كبيره، وخصوصا ان هو ايضا حقق انجازات مع فريق مازيمبي الكونغولي، وقدر ان يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله السوبر، وده يمكن انجاز جيد ليه، وده اللي اداله الافضليه ان هو يكون متواجد كمدير فني للنادي الاهلي، وده اللي كان النادي الاهلي مركز عليه خلال البحث عن مدير فني جديد، ان يكون حد عنده خبرات افريقيه جيده، وخصوصا ايضا عنده خبرات داخل مصر، ودرب فريق وادي دجله وحقق معاه نتائج جيده جدا في موسم من المواسم، فبالتالي خد دوري ابطال افريقيا وبطوله السوبر الافريقي مع فريق مازيمبي الكونغولي، وده هيكون شيء مميز وجيد ليه ان شاء الله خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي. والشيء المميز كمان ان مش بس مستر باتريس كارترون اللي خد بطوله دوري ابطال أفريقيا
افريقيا، لكن ايضا المدرب العام كابتن محمد يوسف قدر ان هو ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا 2013، بالمناسبه كانت اخر بطوله لينا حتى الان، يعني بقى لنا فتره ما بناخدش بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله كابتن محمد يوسف يكون وشه حلو مع الفريق كالعاده ونقدر ناخد معاه بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا من جانب مستر باتريس كارتيرون، وقدر ايضا ان هو ياخد بطوله السوبر الافريقي مع النادي الاهلي في 2013، وكمان وصل مع النادي الاهلي لكاس العالم. فبالتالي عندنا قيمتين كبار جدا بالنسبه للنادي الاهلي، هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق بشكل كبير جدا، وهينقلوا اكيد خبراتهم للاعبي النادي الاهلي سواء القدام او الجدد كمان اللي هينضموا او الناشئين اللي هيكونوا متواجدين على النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق لما هو قادم من تحديات قويه بالنسبه للنادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله في المعسكر الداخلي اللي خلاص قرب ان هو ينتهي، هينتهي يوم الثلاث زي ما قلنا مباراه فاركو، وايضا المعسكر الخارجي واللي هيتخلله مباراتين جيدين جدا من المستوى من ناحيه المستوى بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكونوا مميزين في اعداد الفريق ان شاء الله للموسم الجديد. ده كل ما يخص فريق النادي الاهلي واستعداداته للموسم الجديد. اكيد بقى هنروح نتكلم عن منتخب، لكن نروح لفاصل الاول ونرجع نتكلم عن منتخب. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا هذه النشره الاخباريه، وخلاص هنتكلم عن منتخب مصر واستعداداته للمباراه الاخيره ليه في بطوله كاس العالم امام السعوديه يوم الثلاث القادم ان شاء الله، والمباراه اللي هتكون في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. المباراة مهمة لأسباب كتير، ويمكن أهم هذه الأسباب هو إن احنا نفسنا ناخد 3 نقط في كأس العالم. في تاريخنا احنا شاركنا دي 3 مرة ما خدناش 3 نقط خالص، فبالتالي مهم جدا إن المنتخب يقدر يفوز على السعودية، مع إن المعنويات يمكن منخفضة جدا عند منتخب مصر بعد ما خسرنا المباراة الأولى بشكل درامي صعب شوية، والهدف اللي في الدقيقة الأخيرة عن طريق خيمينيز مدافع أوروجواي، وأول 3 نقط فقدناهم. طبعا المباراة الثانية ايضا سيناريو يمكن غريب شويه بالنسبه للمنتخب المصري امام روسيا، خسرنا 3-1. وخليني اقول لكم برضو ان الظروف يمكن عكس المنتخب المصري شويه قبل بطوله كاس العالم. اولا طبعا اصابه محمد النني، يعني الناس يمكن ناسيه القصه دي، محمد النني في احد اخر مبارياته الخاصه بفريق ارسنال الانجليزي يمكن جاله التواء قوي في الكاحل، ويمكن على مشارف بطوله كاس العالم ابتدى ان هو يكون جاهز بنسبه 100%، فده طبعا السبب ان ممكن يكون محمد النني ما بيأديش بالشكل المطلوب مع المنتخب في بطوله كاس العالم. ايضا الاهم كمان اصابه محمد صلاح في نهائي الشامبيونز ليج وقبل بدء بطوله كاس العالم ب3 اسابيع، ده اثر بشكل كبير سواء على مستوى صلاح وعلى الناحيه المعنويه كمان عند المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المصري. فبالتالي الظروف يمكن كانت مع عندنا ايضا كمان في، يعني اعتقد كده خطا تنظيمي في تواجد المنتخب في مكان او فندق بعيد جدا عن اماكن مباريات المنتخب في بطوله كاس العالم، كلها عوامل ادت لشكل يمكن مش مناسب بالنسبه لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم. لكن يعني شيء مش مفاجاه بالنسبه لنا ان المنتخب يخرج من الدور الاول، مش مفاجاه بالنسبه لنا، كنا نطمح ان المنتخب يوصل لادوار اخرى او بالتحديد حتى دور ال 16، وده كان هيبقى انجاز كبير جدا، كان هيبقى انجاز جيد بالنسبه لمنتخب مصري. لكن الانجاز الاكبر بالنسبه لنا هو الوصول اخيرا لبطوله كاس العالم بعد غياب 28 سنه. فبالتالي خبرات مش موجوده، سواء الخبرات التنظيميه او حتى الخبرات الخاصه باللاعبين والجهاز الفني ايضا وكل العناصر الخاصه بمنتخب مصر. فالاهم ان احنا نستفيد من اخطائنا في بطوله كاس العالم، ومن النهارده او من بعد مباراه السعوديه على طول نبتدي نحضر ان شاء الله لتصفيات كاس العالم 2022، وهو هيبقى الطموح المهم جدا بالنسبه لمنتخب مصر. مش نكتفي بس ان احنا وصلنا كاس العالم في روسيا 2018، لا لازم يكون ده اساسي بالنسبه للمنتخب فيما هو قادم من اجيال ان شاء الله كتيره لمنتخب مصر، ان احنا نواصل التواجد في بطوله كاس ان شاء الله من خلال الخبرات. فاكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراه السعوديه، وهيكون شيء جيد، ويعني هيشيل حزن شويه من عند الشعب المصري بسبب خسارتين ورا بعض في بطوله كاس العالم، ان احنا ان شاء الله نفوز على السعوديه، ناخد اول 3 نقاط في تاريخ مصر في بطوله كاس العالم، ونحرز ايضا عدد اهداف اكثر بخلاف هدف صلاح
في روسيا. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب في مباراة إن شاء الله السعودية بعد غد إن شاء الله. بالنسبة للأخبار الخاصة بمنتخب مصر، خلاص المنتخب الوطني وصل فولفوغراد، طبعا أحد المدن في روسيا، وهي المدينة اللي هتستضيف طبعا مباراة منتخب مصر والسعودية. الرحلة يمكن استغرقت حوالي ساعة بالنسبة للمنتخب الوطني، وبكرة إن شاء الله الساعة 2 الظهر هيكون في الاجتماع الفني الخاص للمباراة، والساعة 3 على طول هيكون المؤتمر الصحفي. ودي الأشياء أو الحاجات اللي بتبقى معتاد عليها قبل أي مباراة رسمية. هيكون مؤتمر الصحفي، هيتواجد فيه مستر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وأيضا هيكون متواجد فيه عصام الحضري كابتن منتخب مصر، اللي بنسبة كبيرة هيشترك في مباراة السعودية كنوع من التكريم. مع أن أنا ضد موضوع التكريم ده، لكن الراجل برضو حقق تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر، وخصوصا أن احنا خلاص خرجنا بشكل رسمي من بطولة كأس العالم. فعصام الحضري بالمناسبة يعني هو اللي هيكون أقرب للمشاركة أساسيا في مباراة السعودية القادمة. لكن عشان نتكلم عن بطولة كأس العالم بشكل مفصل أيضا، خليني أخد على التليفون دلوقتي طبعا كابتننا الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن عادل مساء الفل عليك. أهلا، مساء النور يا حبيبي، زيك، ازي حضرتك، عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟ اخبارك ايه، الله يخليك، الحمد لله. الله يعني طبعا عايز استغل تواجد حضرتك معايا ونتكلم عن المنتخبات العربيه في بطوله كاس العالم، ورؤيتك لادائهم والنتائج يمكن السلبيه لكل المنتخبات العربيه في بطوله كاس العالم. لكن خلينا نبتدي بالتحديد بمنتخب مصر ورؤيتك الفنيه لمشوار منتخب مصر في كاس العالم من خلال اول مباراتين، سواء امام اوروغواي او امام روسيا. شوف، انا عايز اقول لك مش اول مباراتين ولا حاجه، تعالى نشوفها من اول الاعداد. هي دي المهمه قوي. ما فيش تيم كوره بيلعب بدون اعداد. انت اعدادك كان سيء للغايه. اعدادك كان في كوبر عايز يثبت للناس ومش عارف ايه اللي دخل في دماغه الموضوع ده، بس كالعاده اتعلم مننا ان هو يقول للناس ان انا اللي بلاعب الناس صح. يعني فتلك بالدليل اول مباراه لعبها كوبر، لعبها مع البرتغال وعمل اداء كويس في اول مباراه باللعيبه الاساسيين بالظبط، وحب ان هو يشوف هيعمل ايه من غير محمد صلاح. انا بقى يعني انا بلتمسته ان هو بيشتغل لصالح المنتخب، فكان عايز يلعب بدون محمد صلاح اخر ربع ساعه اتغلب. عرفنا ان محمد صلاح هو المنتخب للهجوم، اما كوبر المنتخب للدفاع في اول مباراه. المباراه الثانيه خد مجموعه كثيره قوي من اللاعبين اللي الناس كلها بتنادي بيها في مصر. انا مدرب منتخب لا ابالي اي حد، ما انا ليش دعوه بالجمهور، انا ليا دعوه بقناعاتي انا. خد مجموعه كثيره ولا وبلغه الكوره حرقها في انه يلعبهم كلهم مباراه اليونان بدون تجانس علشان يثبت للناس ان هو راجل، هو اللي صح، اللعيبه اللي بيلعبها هي اللي صح. فحرق حسين الشحات، حرق قفشه، حرق لعيبه كتير قوي. فدي المباراه الثانيه. جينا بقى مباراه الجديد وطلع وقال ان انا ما يهمنيش النتيجه، يهمني السيستم اللي العب فيه في كاس العالم. وده كان مراوغه من كوبر ان هو اولا ما كانش بيعمل كده، لانه لاعب 6 اسماء اللي هيمشيهم، منهم كريم ولاعيبه اللي هم الـ6 اللي بداوا من المباراه واحمد الزكي، يعني مجموعه اللعيبه اللي هو اللي خدهم فوق الـ26 علشان يحرقهم ويمشيهم. بالظبط. ادي رقم 2. دخلنا على المباراة بتاعت بلجيكا. أنا عايز أقول لك إن تريزيجيه وده مستر ولا حاجة، لكن يعرفه أي مدرب في الدنيا. أنت عارف إن تريزيجيه ما كانش في حساباته قبل المباراة الأولانية، لأنه قعد احتياطي المباراة. ليه؟ لحجة إن تريزيجيه بيعرف يهاجم، هو ما بيحبش حد يهاجم. هو راجل طول الوقت، يعني حسام غالي أسباب خروجه من المنتخب إنه عنده فكر وعاوز يهاجم. بالظبط. مش بيخالف المدرب ولا حاجه عشان اتقال، ودي كذبه يعني. انه ما بيعرفش، يعني ما بيدافعش 100%، يعني مش دعوه مستر كوبر الا بالدفاع. فمن هنا عرفت ان كوبر راجل نمطي وكلاسيكي،
اولا ما بيعرفش يعمل اي استراتيجيه للمباريات الهامه الكبيره بدليل احنا مش بنتجنى عليه. تمام. بدليل 13 فاينل يخسروا. عارف يعني ايه 13 فاينل يخسروا مدرب؟ على مدار تاريخه كمدرب معناها انه ما اتعلمش من الفاينل الاولاني والثاني والثالث والرابع وال12 يا غايه ال12 يعني اكبر دليل ان الراجل ما بيعرفش يلعب المباريات التكتيكيه. هو نمطي في التكتيك ينفع في البلاد الاوروبيه وينفع في البلاد اللي متسيستمه صح. ودي احد اسباب فشل كوبر مع المنتخب في كاس العالم. يرجع يقول عمل حقق لنا حلم. ما ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك يا كابتن عادل. يعني يمكن البعض شايف ان مستر هيكتور كوبر قدر ان هو يحقق مع منتخب مصر يرجعه لبطوله الامم الافريقيه ونهائي البطوله كمان وايضا التاهل لكاس العالم. اتفضل يا كابتن. اتفضل بدك الموضوع ببساطه عشان الناس تفهمه. يعني جه مستر كوبر مسك منتخب مصر عشان بيلعب الكونغو بالظبط, بيلعب اوغندا وبيلاعب غانا. اولا يمكن انا حكيت الموقف ده, انا كنت مدرب لنادي الاتحاد السعودي وكان علي منتاري كان بيلعب معايا. سوري منتاري. علي سوري منتاري نجم غانا كبير. يوم لما القرعه اتعملت قام بركلي وقال لي مبروك احنا بنعد منتخب بدليل ان المنتخب بتاع غانا راح ما جابش جونين في اول التصفيات في اول اربع مباريات فشالوا المنتخب ده كله ولعبوا العيال الصغيره قوي راحوا كسبوا الفرقه اللي احنا ما عرفناش نكسبها الا 2-1 في استاد القاهره 5-1 عشان تعرف. اوغندا سيبك من الناس اللي بيقول لك اوغندا فرقه كويسه ومش فرقه كويسه, اوغندا فرقه ضعيفه جدا للغايه. كونغو فرقه ضعيفه. يعني عايز اقول لك احنا كنا لاقي عشان الشعب المصري في حته احنا نوصلها. اي تيم في الدوري الممتاز المصري اقل من مركز السادس التابع في مجموعه مصر كان وصل. خلينا نعترف بكده. تمام. فلما جه كوبر يلعب الفاينل بدا يلعب في التكتيك الاولاني. اولا كوبر لو لعب البرازيل هيلعب 4-2-3-1, كوبر لو لاعب مركز شباب هيلعب 4-2-3-1 لانه ما عندوش بلان بي. كوبر تمثله بمنتخب لوحده, منتخب دفاعي. والمنتخب الهجومي عندنا محمد صلاح فقط. لو المنتخب بتاع محمد صلاح الهجومي ما جاش يبقى انت لا تتعادل بالنسبه الكبيره انك تخسر. فبدا كوبر يشتغل في استراتيجيته اللي هو ما عندوش استراتيجيه ولا عنده بلان دي ولا سي ولا اي حاجه المتعارف فيه للمدربين. ده كوبر. انا مش بقول الكلام ده وارجع لكل مداخلاتي وارجع لكل فراغ. طيب يا كابتن عادل الكلام ده بقوله على كوبر من زمان مش عشان خسر كاس العالم. طيب كابتن عادل بالنسبه لبقيه المنتخبات العربيه معاهم مديرين فنيين مختلفين اكيد او فكرهم مختلف جدا عن مستر هيكتور كوبر, لكن النتائج هي كل المنتخبات محققين نتائج سلبيه. بس بيلعبوا هو بس المنتخب السعودي معاه مشاركك في المجموعه, لكن طيب. المنتخب المغربي بيلعب فرق كبيره جدا وشرفك في بصراحه الكوره وشرفك في حداثه الكوره, شرفك ان هو لاعب كوره جيده عنده افراد جيدين. الحاجه الثانيه عنده مدرب كبير بيعرف يشتغل تكتيكيا. رينارد مدرب من المدربين اللي اتمنى ان منتخب مصر يستعينه لانه مدرب كبير. مش هيرضى المهم انه مدرب كبير. فده المغرب. اما تمام. المنتخب التونسي مع المنتخب البلجيكي, المنتخب البلجيكي كسبت بسهوله 3-0 في الاعداد. فعايز اقول لك انه منطقي, يعني منطقي ان المنتخب التونسي يعني مش. والحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك خلاص الكوره بقت علم. متاخرين فيه تعالى فهمني انت بتعمل ايه للمستقبل؟ المستقبل في المنتخبات القوميه, يعني المنتخبات القوميه اللي طالعه من تحت. تعالى قول لي نتائج المنتخبات القوميه سلبيه هي طالعه من تحت. سلبيه للغايه طبعا. اذا ما يبقاش عندك مستقبل. اذا محمد صلاح ولا تريزيجيه ولا احمد فتحي
ولا حجازي اللعيبة اللي هي أنا بعتقد إن هي أقرب لعيبة للمنتخب القومي لأنها تناسب اللعب الدولي. الأربعة دول مطلعين طلوع اللي هو لما اكتسبوا الخبرات، يعني أفراد أحمد فتحي خبرات عالية أوي كتيرة، حجازي خبرات عالية كتيرة ولعب في أوروبا ولعب في النادي الأهلي والحاجات دي كلها، فدي وقدراته خاصة لأنه الجسمان بتاعه، لكن طوله كده. لكن حجازي برضو اللي أقدر أقول لك عليه، حجازي يلعب وسط مجموعة قوية بتدي كويس، لكن أنت كان عندك صفات كتيرة قوي وأهمها المدرب. المنتخبات العربية علشان تجابه المنتخبات الأوروبية اللي إيه، هم بعلم وأنت بدرع، هم بإدارة وأنت غير إدارة، يجب يتوفر فيهم حاجة مهمة جدا، يجب يتوفر فيهم الجماعية القوية قوي، الإصرار القوي قوي، اللياقة البدنية القوية قوي، وإحنا فاشلين في الثلاثة، مش منتخب مصر بس، العرب كلهم فاشلين ما عدا المغرب، لأنه المغرب ملمسين كتير في الحتة الأوروبية، كل لاعبتهم من أوروبا بيلعبوا في أوروبا. فهكذا تدار، هكذا تدار كرة القدم في البلاد العربية. طيب. إحنا بالضبط عاملين في الدول العربية بتاعتنا عاملين قانون خاص بينا. القانون الخاص بينا إنك أنت أبعد حاجة لشغالين في المجال إن هم يكونوا شاطرين في المجال، بس يكونوا شاطرين في حاجات أخرى. يكونوا شاطرين في العلاقات الخاصة. طبعا. يكونوا شاطرين في إن هم يكونوا حبيبهم مسؤول من المسؤول. فدي هي دي عمرك ما هتحس. دي نقطة سلبية جدا بصراحة، ونفسنا إن احنا نتخلص منها بقى، يعني عشان نحاول نتقدم شوية في مش هتتخلص منها. لأني أنت مش هتقدر تتخلص منها في الوقت الحالي إلا بقرارات حاسمة وحاسمة. طبعا هسألك سؤال تاني، تعالى ناخد الحته الإدارية بتاعتنا في منتخب مصر. احنا بنعد الكاس العالم، تقدر تقول لي اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين فين؟ احسبها انت هتعرف ايه الموضوع. احسبها انت هتعرف ان ده الطبيعي. اللي حسنت عشانه محمد صلاح. بصراحه محمد صلاح حسنت عشانها طبعا الحزن الاكبر ثلاثنا طبعا مصر اكيد. ليه؟ ايه العالم كله بص على مصر من خلال محمد صلاح في كرة القدم. وتوقعوا أداء أفضل بكتير المنتخب كمان. كانوا مستنيين إن في محمد صلاح واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لأن لأن المنتخب ده بيلعب أفضل لاعب، أفضل من أفضل ثلاث لعيبة في العالم أو أربع لعيبة في العالم هو محمد صلاح. فانت بنت بالاسلوب ده وفي الهشاشه اللي احنا فيها. طيب يبقى الناس تقول ايه ساعتها؟ الناس ساعتها هتقول بالظبط كده، هتقول ان محمد صلاح حاجه صدفه، حاجه ما بتجيش كل 100 سنه. بالظبط. فاهم ومش تيجي كل 100 سنه. طيب. هو ده حال الكوره العربية. طيب كابتن عادل، يعني عايز استغل تواجد حضرتك معايا واسالك في حاله رحيل مستر هيكتور كوبر، شايف المدرب الوطني انسب ولا برضه نشوف مدرب اجنبي يقدر يقود المنتخب الفتره الجايه؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه، مدرب اجنبي لو جه في مصر مش المهم المسمى، عربي اجنبي عبد السلام، انا ماليش دعوه بالمسمى، بس يكون صالح للمكان. بمعنى يعني ما هو كوبر بيتقال عليه انه مدرب عالمي. ولا يصلح ان يمسك فرقه في الدوري المصري. دي حقيقه يعني. سيبك هنفضل نقول ده لا ده مدرب عالمي ومش مدرب او مسك انديه كبير بره، كوبر ما بيمسكش انديه كبيره بره، كوبر بيمسك سيستم. كوبر لو ما معهوش السيستم زي ما معهوش هنا السيستم في مصر هيبان بالاداء الهادي اللي هو فيه كوبر. انت فاهم؟ فيجب ان احنا نجيب مدرب على مستوانا، مدرب المغرب او اعلى. اقل من كده يبقى حرام انك تصرف دولارات، حرام انك انت في الحاله الاقتصاديه اللي في البلد دي انك انت تكلف البلد زياده. يبقى لازم تجيب مدرب مصري. هتقول لي اسمه، هقول لك اي حد احسن منه. طيب كابتن عادل، مرشح مين يوصل حتى لدور نصف النهائي في بطوله كاس العالم من خلال اكيد متابعتك لمباريات المنتخبات في كاس العالم؟
شوف انا الالمان دلوقتي ما متعادلين 1-1 وممكن يخرجوا من البطوله. يعني الارجنتين ممكن تخرج من البطوله. خلاص ما بقاش الحته بتاعت الاسماء الكبيره. الاسماء الكبيره بقى العطاء والسيستم والشغل والقوه والسرعات البدنيه. انت فاهمني؟ وحط تحت السرعه 100 خط. كلمه السرعه دي حط على تحتيها 100 خط. اللاعب السريع في الوقت الحالي هو ده اللي هو اللاعب المميز في كرة القدم، لأن السرعة هو اللي بيفرق. الحاجة الوحيدة اللي ما فيش حد بيتدخل فيها لأنها ربانية. بالظبط. أكبر سيستم في العالم ممكن يحسن السرعة هيحسنها 3-4-5% بالكثير، إلا ممكن يحسن سرعة أداء، ممكن يحسن سرعة سلبية، حاجات في كرة القدم في التدريب يقدر نعملها، ولكن ما تنسبش السرعه، بدليل ان محمد صلاح افضل من افضل لاعبي العالم يمتلك السرعه. مثال في مصر، اديك مثال في مصر. لو مسكنا ايمن حفني كمهاره هنلاقي اعلى. مسكنا مصطفى زايد كمهاره، احمد الشيخ كمهاره، انا بكلمك على اللي شكل محمد صلاح في كل هتلاقيهم مهاريا جامدين قوي، لكن محمد صلاح يمتلك اهم عنصر في كره القدم في الوقت الحالي هو عنصر السرعه. وفوق الفكر بتاع محمد صلاح، فوق احترافية محمد صلاح، فوق تربية محمد صلاح، وتربية محمد صلاح دي برضو فتح فيها من خط. طيب كابتن عادل عبد الرحمن، عايز اختم معاك بجزئيه مهمه. احنا خلاص اتكلمنا عن منتخب مصر، لكن النادي الاهلي وحضرتك المدير الفني لشباب النادي الاهلي، عايز اعرف شكل التنسيق ما بين حضرتك وما بين الجهاز الجديد بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف في تصعيد بعض العناصر اللي يكون محتاجها الفريق الاول خلال الفترات المقبله ان شاء الله. شوف احنا عاملين استراتيجيه كويسه وهنبدا فيها، يعني انا لسه هنبدا الفتره الجايه عاملين استراتيجيه كويسه، وانا اعرف ان كارديرون من المدربين اللي بيتعاون كويس وبيحب الموضوع التصعيد والحاجات دي عشان بيحب يبني تيم. وبعدين هو مش غريب عليا، انا يمكن كارديرون لعبته في السعوديه. كان ماسك هو النصر، كان هو النصر وانا ماسك الوحده السعوديه. اتقابلنا في الدوري ولعبنا قدام بعض مدربين. يعني مين اللي يعني فاز يا كابتن؟ هو كسب في اخر 5 دقائق المباراه. انا كنت كسبان للدقيقه 80 في ملعب النصر، بس نادي النصر بالنسبه لنادي الوحده طبعا نادي كبير جدا. كبيره لكن الحمد لله عملنا مباراه كويسه. لكن انا عارفه كارديرون كويس، مدرب جيد جدا، مدرب بيعرف يحب التعاون، والهدف اللي انا جاي عشانه، انا هدفي ولا اخد بطوله. النادي الاهلي عنده بطولات طبعا اكيد العالم كله، بس كان بطولات في الفريق الاول او في الناشئين، لكن عندي البطوله الحقيقيه ان احنا عندنا تيم امل، تيم اخر يناسب النادي الاهلي ويناسب فكر النادي الاهلي، ونطلع لاعبين يستحملوا ضغط جمهور النادي الاهلي. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. يستحملوا اسم النادي الاهلي، ودي كمان مهمه قوي. اكيد، لان اسم النادي الاهلي كبير قوي. اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى مواصفات خاصه، وخدنا دروس كتير قوي، جبنا لاعبين على مدار تاريخنا لا يناسبوا قوه النادي الاهلي على مدار تاريخنا، كان ما بيأدوش ولا بيقدروا يأدوا في النادي الاهلي. فعلشان كده احنا هنشتغل على اعلى علم ان شاء الله، ان شاء الله نطور من اللعيبه الصغيره علشان ما نحتاجش نشتري تاني. وأأمل إن النادي الأهلي في ظل الأيام اللي فاتت، الأيام اللي جاية دي كلها، يعمل الطفرة بتاعة الناشئين اللي كانت معمولة قبل كده، وأيمن أشرف طلع وحسين السيد طلع، ناس كتير ناس كتير، وآخرهم ناصر ماهر وأحمد حمدي كمان، ولاعبين متألقين جدا. كل دول كانوا معانا في القطاع ساعتها، مجموعة مدربين كبار اشتغلوا عليهم، كل واحد تمام افاد وزود لواحد، وان شاء الله ان شاء الله كمان الكابتن فتحي مبروك وجهازه يبدا يعمل لنا تنشيط كويس في الحته اللي تحت، ويصعدوا لنا علشان نصعد للفريق الاول، ودي اهم وده اهم وده الهدف الاساسي. اكيد طبعا، بالظبط ده الهدف الاساسي، ما فيش ابعد من كده. تمام، ان احنا عايزين نصعد لعيبه للفريق، لان الايام اللي جايه عايزين لعيبه يعرفوا قيمه النادي الاهلي. فاللاعب اللي بيتربى جوه النادي الاهلي بيعرف القيمه كويس اكتر
من اللي جايبه انت من بره بالزبط. لان النادي الاهلي نادي كبير فيجب ان كل اللعيبه اللي متواجده فيه كبار. اكيد كابتن عادل عبد الرحمن طبعا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن عادل عبد الرحمن احد نجوم النادي الاهلي منتخب مصر السابق وايضا المدير الفني اكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله القادمه وخصوصا ان النادي الاهلي مليء بعناصر كتير جدا من ناشئي النادي الاهلي اللي يقدروا ان هم يشيلوا تيشرت النادي الاهلي ويقدروا ان هم يتحملوا كل الضغوطات اللي بتكون على الفريق في مختلف البطولات اللي بيشاركوا فيها. فان شاء الله نتمنى لقطاع الناشئين بشكل كامل كل التوفيق وان شاء الله الفريق ايضا في النادي الاهلي كل التوفيق في كل المشاركات اللي هيشاركوا فيها خلال الفتره اللي جايه. نرجع لاخبار المنتخب ونكملها وحجازي يشارك في المران الجماعي وعمر جابر يكتفي بالتدريبات الفرديه. احمد حجازي يمكن كان عنده اجهاد عام كده فبالتالي المران بتاع امبارح يمكن كان بيجري جري خفيف حول الملعب فالنهارده قدر ان هو يشارك في التدريبات بشكل طبيعي. لكن بالنسبه لعمر جابر هو يمكن عنده شد في الضمه، الضمه اعتقد وقت شويه. عمر جابر اعتقد كده مش يعني حتى لو كان ما اعتقدش ان هو كان في حسابات مستر هيكتور كوبر، لكن حتى لو كان في حسابات مستر هيكتور كوبر ما كانش هيقدر يلحق المباراه القادمه امام السعوديه وخصوصا ان هي خلاص بعد غد. فعمر جابر ايضا بيعمل بعض التدريبات التاهيليه وخلاص عمر جابر مش هيكون متاح بالنسبه للجهاز الفني للمنتخب الوطني. ايضا زي ما احنا عارفين المنتخب موجود في فولجوغراد الروسيه، طبعا المدينه الروسيه واللي هتقام فيها مباراه السعوديه. بعد ما تنتهي مباراه السعوديه تاني يوم على طول ان شاء الله المنتخب هيرجع على القاهره مباشره من غير ما يرجع لجروزني، هيرجع على القاهره مباشره من فولجوغراد على مطار ومنها الوصول لمطار القاهره الدولي، وخصوصا بعد ما خلاص المنتخب للاسف خرج من بطوله كاس العالم بشكل نهائي. نتمنى ان شاء الله ان المنتخب يتدارك كل الاخطاء اللي وقع فيها في مختلف الاشياء الخاصه بالمنتخب خلال هذه الفتره ونقدر نحضر لما هو قادم. عندنا بطوله الامم الافريقيه 2019 ان شاء الله، عندنا تصفيات كاس العالم، لازم نشتغل على نفسنا شويه عشان نقدر نظهر بالمستوى اللائق باسم منتخب كبير زي المنتخب المصري. خبر مهم اخر ويخص سعد سمير، ويمكن مدير منتخب المهندس ايهاب لهيطه قال ان سعد سمير براءة من اتهامات السوشيال ميديا. يمكن احنا خلال الساعات السابقه كده كان في كلام كتير جدا على سعد سمير ولقطه يمكن البعض خدها طريقة مش جيدة مع كهربا لاعب المنتخب المصري، ويمكن الكلام كان كتير على هذه اللقطة. لكن المهندس أهب الهيطة يمكن وضح الأمور وقال إن ساعتها كان مستر هيكتور كوبر بيتكلم وكان بالتحديد بيتكلم مع كهربا، وسعد سمير يعني بينبه كهربا إن هو يسمع المستر هيكتور كوبر. الكلام كان عام الاول عن المنتخب او عن الفريق او العناصر كلها ككل، بعد كده مستر هيكتور كوبر خاص كهربا بحديث معين، فسعد سمير كان بينبهه بس علشان يستمع لكلام مستر هيكتور كوبر. البعض خد اللقطه بشكل غير جيد وقالوا ان ده فعل غير اخلاقي من سعد سمير. يعني خليني اقول لكم ان سعد سمير احد اللاعبين اللي عندهم اخلاق عاليه جدا، محترم جدا، ما فيش اي مشكله قبل كده على مدار سنين طويله. سعد سمير دلوقتي عنده 29 سنه، على مدار السنوات كلها اللي كان بيلعب فيها كوره مع النادي الاهلي ومع بعض الانديه اللي خرج لها اعاره في اول مسيرته الكرويه ما شفناش اي مشكله لسعد سمير، ما شفناش اي كلام او اي خبر غير جيد عن سعد سمير. بالعكس لعيب ملتزم جدا، لعيب ابن بلد جدا ومحترف كبير. تحاول تشوف بعض الحاجات السلبية اللي هي تبتدي تتكلم فيها وتضخمها بشكل كبير، لكن خلاص تم تبرئة سعد سمير من هذه الجزئية. وسعد سمير أحد اللاعبين الممتازين سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الفنية، ولاعيب مهم جدا في النادي الأهلي وفي منتخب مصر بكل تأكيد. بالنسبه لمباراه مصر وكولومبيا خلاص تم تحديد الحكم، او عفوا طبعا مصر مباراه مصر والسعوديه الحكم كولومبي رولدن هو الحكم اللي هيقود مباراه مصر والسعوديه. ده خلاص تم تحديده وان شاء الله المباراه زي ما قلنا بعد غد ان شاء الله يوم الثلاثاء الساعه 4 عصرا. المنتخب السعودي واللي احنا هنواجهه خلاص بيختتم استعداداته في مدينه فولجوغراد الروسيه وبيستعدوا للمباراه الاخيره ليهم في بطوله كاس العالم ايضا امام المنتخب
الوطني، ويعني هتبقى مباراة قوية على فكرة نظرا للحساسية اللي دايما بتكون موجودة ما بين المنتخبات العربية. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري. أخبار مختلفة لكأس العالم، المكسيك خلاص بتتأهل للدور 16 بمونديال روسيا بعد ما قدرت ان هي تفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1. المكسيك بتأدي بصراحة بطولة كبيرة جدا جدا، وقدروا النهاردة ان هم يفوزوا 2-1 بعد ما قدروا ان هم يفوزوا على المنتخب الألماني في الجولة الأولى بنتيجة 1-0. برضو من المنتخبات القوية جدا واللي قدرت للأسف ان هي تفوز النهاردة بلجيكا، فازت على تونس بنتيجة كبيرة 5-2. يعني ما كناش نتمنى للمنتخبات العربية هذه النتائج السلبية، لكن قدروا ايضا ان هم يفوزوا بنتيجة 5-2 ويتأهلوا مباشرة لدور ال 16 من بطولة كأس العالم بعد ما قدروا ان هم يفوزوا في المباراة الأولى على بنما بنتيجة 3-0. فبالتالي بلجيكا طبعا أحد الفرق أو أحد المنتخبات اللي ممكن تكون مرشحة أن هي توصل لأدوار بعيدة جدا في هذا المونديال وبطولة كأس العالم، وفريق طبعا بيضم عناصر كبيرة جدا وعناصر مميزة جدا، وده اللي بيديهم أفضلية دايما وبالتحديد في إحراز العديد من الأهداف. بنتكلم في لوكاكو وبتشواي، أيضا إيدن هازارد أحد اللاعبين المميزين جدا، يعني كاراسكو أيضا أحد اللاعبين المؤثرين كمان مع المنتخب واللي بيكون ليهم دور قوي بالنسبة للمنتخب البلجيكي، فيعتبر من المنتخبات المرشحة في هذه البطولة. نبيل معلول مدرب منتخب تونس يمكن اتكلم وقال ان المنتخب البلجيكي تفوق علينا وقدر ان هو يفوز علينا بجدارة، يعني فارق الامكانيات، يعني مش محتاج الموضوع امكانيات كبيرة جدا ما بين او فارق في الامكانيات كبير جدا ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب التونسي. المنتخب التونسي وقع في مجموعة صعبة شوية، سواء معهم انجلترا خسروا برضو فوز درامي في الدقيقة الاخيرة 2-1 في المباراة الاولى، وايضا المنتخب البلجيكي احد المنتخبات القوية، فبالتالي شيء منطقي جدا ان المنتخب التونسي يخسر من المنتخب البلجيكي ويكون التفوق دايما للمنتخب البلجيكي. لكن هنشوف الادوار المقبله هتبقى الامور صعبه شويه على كل المنتخبات، الاقوى هو اللي هيقدر يفوز ويتاهل ويتخطى الادوار حتى الوصول للمباراه النهائيه. خبر اخر وهو يخص طبعا تعاطي المنشطات بالنسبه للمنتخب الروسي، يعني يمكن كلام كتير برضو طلع بعد ما المنتخب خرج من كاس العالم، دايما بنحاول نخلق امال لينا كده ان احنا ممكن لا ممكن نكمل، لا مفيش كلام ده خالص. يعني موتوكو اللي هو وزير الرياضه الروسي السابق يعني اتكلم وقال ان الكلام ده غير صحيح بالمره وكلها اجتهادات صحفيه. المنتخب الروسي ما بيتعطاش اي شيء او اي نوع من انواع المنشطات خالص في هذه البطوله، وقال اللي عايز يجي يكشف على اي لعيب في اي وقت خلال تواجدنا في مونديال روسيا طبعا تعال اكشف وشوف وحلل براحتك، مش هتلاقي ان احنا بناخد منشطات خالص. فيعني كلام حسمه موتكو طبعا وزير الرياضه الروسي السابق، ويمكن هو بالمناسبه كمان مستشار للرئيس روسيا بوتين، فيعني شخصيه كبيره جدا في روسيا وحسم الموقف بالنسبه لموضوع المنشطات. رقم جديد يخص كاس العالم، يعني خلاص 28 مباراه في المونديال بيحرز فيهم اهداف، فاكبر عدد كان احرز فيه اهداف في مباريات كاس العالم مباريات متتاليه ما فيش نتائج خالص سلبيه، ما فيش 0-0 خالص في بطوله كاس العالم، كان 26 مباراه سنه 54. دلوقتي احنا خلاص وصلنا 28، كمان في المباراه اللي بتقام دلوقتي ما بين المانيا والمكسيك، وحتى هذه اللحظات 1-1 ما بين المانيا والمكسيك والامور صعبه بالنسبه لالمانيا، وخلاص في اللحظات الاخيره في الدقيقه كام يا جماعه؟ في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 92 خلاص المانيا والسويد تعادل 1-1، فبالتالي المانيا الامور ابتدت تتصعب بالنسبه لها. فوصلنا للرقم وصلنا للرقم 29 عدد مباريات بيحرز فيها اهداف بشكل مستمر، مفيش نتائج سلبيه في هذه المباريات بشكل عام في بطوله كاس العالم، وده رقم جديد. فيعني بالمناسبه المانيا والسويد متعادلين 1-1، وخلاص المباراه في الدقيقه 93 والامور تتصعب على المانيا حامله اللقب واللي قدرت ان هي تفوز به في 2014 في البرازيل وكانت ادت اداء كبير جدا. ده يمكن كان خبر مهم ايضا، لكن خلينا نتكلم عن المنتخب الارجنتيني وايضا ليونيل ميسي، والكلام كتير جدا على ميسي وان هو مش قادر يقود المنتخب الارجنتيني زي ما كريستيانو رونالدو، وطبعا احنا عارفين المنافسه دايما ما بينهم قويه، كريستيانو رونالدو بصراحه بيقدم موسم اكثر او بيقدم كمان بطوله اكثر من رائعه مع المنتخب البرتغالي، في ماتشين قدر انه يحرز 4 اهداف بيتصدر جدول ترتيب البطوله كهداف يعني، ومعاه كمان لوكاكو بعد ما قدر ان هو يحرز هدفين المنتخب
التونسي. فميسي يعني الامور مش ماشيه بالنسبه لهم في الارجنتين بشكل جيد، انتقادات كثيره على سان باولي المدير الفني للمنتخب الارجنتيني بسبب ان هو استبعد بعض العناصر، يمكن كان ابرزهم ايكاردي قبل المونديال، ايضا ديبالا دايما متواجد على مقاعد البدلاء وهو احد اللاعبين المميزين جدا مع اليوفي. فبالتالي يعني الارجنتين برضو بتمر بظروف صعبه جدا، خصوصا ان المعاناه كمان بتزيد بالنسبه لهم، اصابه اوتوميندي المدافع الاساسي بالنسبه لهم، ميركادو ايضا تعرض لاصابه، ولوكاس بيليا عنده اصابه ايضا في الركبه، فالامور شويه مش في صالح المنتخب الارجنتيني. الخبر الاخير معانا هو رونالدو اسرع لاعب بمونديال روسيا 2018. يعني زي ما اتكلمنا رونالدو بيأدي اداء كبير جدا في بطوله كاس العالم، احرز 4 اهداف، سرعات كمان يعني هما عملوا قياسات للسرعات الخاصه باللاعبين، اسرع لاعب في المونديال كريستيانو رونالدو بيقطع حوالي 33 كيلو و98 متر في الساعة، وده يمكن رقم جيد جدا بالنسبة لكريستيانو رونالدو. قبليه بشوية أو المركز الثاني اللاعب البروفي لويس أدفينكولا 33.77 متر، وأيضا الكرواتي ريبيتيتش ويعني وصل في المركز الثالث ب 33 كيلو و30 متر في الساعة، أرقام كبيرة جدا. وصلاح للأسف زي ما احنا عارفين ان هو من أسرع اللاعبين في العالم، لكن ما شاركش في المباراة الأولى والمباراة الثانية عشان مش يعني الجاهزية بالنسبة له مش 100%، فبالتالي محمد صلاح بعيد عن هذه طبعا الإحصائية الخاصة بأسرع اللاعبين في المونديال. دي كانت أهم وآخر أخبارنا في هذه النشرة، أكيد هنكون متواصلين معكم خلال نشرات إخبارية أخرى، وأكيد قبل ما نختم دايما نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وأيضا للمنتخب المصري في المباراة الأخيرة أمام السعودية، إن شاء الله يحققوا لنا نتيجة إيجابية ونقدر نفوز على السعودية عشان يمكن تفرح الشعب المصري بنسبة ما. دي كانت آخر أخبارنا وإن شاء الله استنونا في أخبار أخرى. تصبحوا على ألف خير.